حدثنا اسماعيل بن عبد الله عن اخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوف نذرك فاعتكف ليله